لالا حورية، شنو النصائح التجميليه اللي تقدمي للمستمعات باش الا بغاو يبقى الشعر ديالهم رطب او لا يحصلوا على الشعر اللي هو رطب؟ مثال سنة كما قلتي ان الاسواق اللو فيها منتوجات اللي هي مغريه جدا، وخاصه الناس اللي كيتمنوا يشوفوا داك الشعر رطب، يشوفوا داك يعني كيبغيو. انا كنقول لهم كتشوفوا شعركم رطب في اللحظه فقط، يعني كدوز واحد الوقيته كترجع كتلقى شعرك فيه المشاكل، وخاصه اللي كيداوم على هاد المنتوجات الكيماويه. لان احنا ماشي كنقولوا ما ديروهمش، راه مزيان الانسان مره يبغي يفرح براسو، ولكن ما يبنيش واحد ثقه كبيره على ديك المنتجات انها غادي تبقى معاه دائما، ولا غادي تعطي واحد النتيجه اللي غادي ترضيه على مدى الوقت. هذا هو الخطا، لان احنا خصنا نعرفوا بان البشره ولا الشعر راه الا كان الاساس الداخل ما عندناش امراض، ما كناخذوش الادويه، كنتغداو مزيان، لان داك كل هاد المسائل كلها كتخلي لنا الشعر ديالنا رطب، كتخليه قوي، كتخليه بدون مشاكل. زيت الكوك، لان زيت الكوك كنستعملوه في الترطيب لانه هو غني بماده، واحد الماده مرطبه اللي هي سيراميد. سيراميد كناخذو حتى الشامبوان الا كان غني بماده السيراميد، خصنا نداوموا عليه في نغسلو به، حتى وان لم ما عندناش يمكننا نكتفوا غير في السبانخ. يعني الا خدنا ربطه السبانخ درنا معها ثلاثة المعالق ديال القمح، داك القمح الفارينة طينة، كنديروها في كسرونة، نديرو معها جوج كيسان ديال الماء، كنخليوها يغلي مزيان، من بعد كنصفيو داك الماء، كنضيفو له ثلاثة المعالق ديال شامبوان الأطفال، هذاك كافي باش نوصلو به الشعر ديالنا كمرطب للشعر. لأن دابا الشامبوانات اللي ولاو في الأسواق دابا غالبا ولاو مغريات كثيرة، والفتيات كيبغيو يقلبوا على ديك الريحة اللي كتكون في الشامبوانات، كيقلبوا على واحد الشامبوان اللي غادي يولم الشعر ديالهم. هذا هنا كيكون الخطأ. حتى إلا بغينا ناخذوا الشامبوان نلتجؤوا للصيدلية أحسن، وكنعطيو النوعية ديال الشعر ديالنا، وخاصة يكون جاف. طبيعة الشعر ديالنا باش نعرفوا شنو اللي يقليه، شنو اللي يناسبه. لأن الشعر الجاف دائما كنستعملوا الشامبوانات اللي هو غني بالأحماض الدهنية، واللي كيكون لاباز ديالو من زيت الكوك ولا زبدة الشيا. ملي كنشوفوا الشامبوان فيه هاد المكونات وغالي وخالي من الصفات، ديك المادة اللي كتقضي لنا على الدهون، هذا يمكننا ناخذوا هاد الشامبوان هذا. ما عندناش الإمكانيات كنلتجؤوا للدار، وغادي نعطي إن شاء الله الشامبوانات اللي هما كيساعدوا في ترطيب الشعر. بالنسبة لترطيب الشعر، حنا كنعرفوا الترطيب كيجي من الجذور كتغذية، ومن الأقنعة الخارجية كعلاج تكميلي. خدينا القشور البنان، غالبا دابا أنا غادي نبقى المستمعات يبقاو يمشيو عندهم كيديروا العصير في المحلبات، يحاولوا يجمعوا داك القشور ديال البنان، مهمين لترطيب الشعر. كناخذوا واحد الكمية ديال القشور البنان، 6 ولا 5 القشرات، كنقطعوهم طريفات صغار، نديروهم في كاسرونة، نديرو معاهم كاس ونص ديال الماء، نخليهم يغلي واحد المده ديال تقريبا 10 دقائق، ونطفيو البوطه. ملي كنمشيو نقلبو كنلقى واحد لاكوش بحال ماده هلاميه. ايه واخا. المهم كنصفيو داك الماء كله، داك الماده الهلاميه بالماء، كنديروه في انيه ديال الزاج، كنضيفو معاه قرعه صغيره ديال زيت الكوك ديال 150 غرام، 150 مليلتر، كتجيب 3 المعالق. كنخلطوا هذا المكون هذا، كندهنوا به الشعر هو الاول، كنخليوه حتى كينشف مزيان على الشعر. من بعد عاد كنوجدوا القناع اللي غادي يكون متكون كمرطب، نص بنانه معوكه، جوج معالق ديال الزبده الطبيعيه ديال الماعز، نفضل ديال الماعز لانها غنيه بالاحماض الدهنيه، وصفار بيضه بلديه غني بالفيتامين دي. حنا كنعرفوا الفيتامين دي بالنسبه للشعر راه واحد الفيتامين اللي كي كي كيحافظنا على لاكيراتين ديال الشعر الطبيعيه. ومعلقه ديال العسل الحر. العسل الحر كناكد عليها تكون ديال الجبح، ما تكونش من فيها مواد حافظه. بالاحسن من الاحسن تكون طبيعيه. كنخلطوا هذه وكنديروها فوق المحلول اللي درناه. هذا الكريمه للترطيب. بالنسبه لغسيل الشعر كنديروا الشامبوان طبيعي، من بعد الغسول المغربي الاصيل. الغسول كنكونوا نشفناه مزيان، كناخذوا منه 3 المعالق مع معلقه ديال السمنه حرام
راه موجوده عند الاسم ديالها غاسور كنديروا مع سم محرم ثلاثه المعالق مع معلقه ديال سم محرم باش كن نخلطوه كنخلطوه بالماء ديال الزاز ولا الارويفيرا كناخذوا انا كنركز دائما على الوراق ديال الهنديه أيه. لانها غنيه بماده سيراميك غنيه جدا كمرطبه للشعر كناخذوا الماده الهولاميه كنضيفوها مع هذه المكونات ديال الغسول وسم محرم والزاز ملي كنغسلوا الشعر ديالنا كنديروه كديميلور للشعر نبقى واحد 10 دقائق وكنغسلوا الشعر ديالنا عادي جدا أيه. من بعد كيكون عندنا زيت الكوك ونتمنى ان زيت الكوك نرطبوه في القشور ديال البنان نديروا واحد البواطه نقطعوا القشور ديال البنان طريفات صغار ونكبوا ديك الكميه ديال زيت الكوك اللي عندنا ونخلطوا ونخليوا ديك القشور البنان مع زيت الكوك اييه ملي كنغسلوا الشعر ديالنا كناخذوا واحد الكميه شويه غير شويه والشعر ديالنا فازت كندهنوا الشعر ديالنا عادي ونخليوه ينشف على راحته